السلام عليكم. صافرة الإطار تدوي في مدينة صفد ومحيطها وسط اعتراضات جوية ضخمة. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة بدوي صافرات الإنذار في مدينة صفد ومحيطها وسط انفجارات هائلة واعتراضات جوية كبيرة، وحزب الله يعلن قصفه قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي. وأشارت صحيفة يدعو تحرنوت إلى أن الصواريخ الاعتراضية انطلقت من سماء صفد ومناطق في شمال فلسطين المحتلة عقب إطلاق صواريخ من لبنان. وقالت الصحيفة إن الثيار الكهربائي انقطع عن صفد وبيريا في الجليل الأعلى في أعقاب إطلاق الصواريخ. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في منطقة صفد وسط انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من صفد ومحيطها. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: بعد سماع صافرات الإنذار في منطقة صفد تم رصد نحو 20 قذيفة انطلقت من لبنان إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف: تم اعتراض معظمها بنجاح، أما البقية فقد سقطت في منطقة مفتوحة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وأوردت وسائل إعلام عن أنباء اشتعال النيران في محيط مدينة صفد بعد إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان. وقال الإعلام العبري في تقارير إن الصواريخ أصابت عدد من المباني بشكل مباشر في صفد ولم تشر إلى وقوع ضحايا جراء القصف الصاروخي. وبحسب جيش الاحتلال تم تفعيل صافرات الإنذار في إطلاق الصواريخ والقذائف من البلدات المجاورة لصفد بسبب احتمال سقوط شظايا من الاعتراض، مضيفا أن خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية تعمل حاليا في منطقة بيريا لإخماد الحريق الذي اندلع بسبب سقوطه الصواريخ في المنطقة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.